وقتهم هذو. علاش تضيعوا وقتهم؟ نحن فاهمين وعارفين شنو كيعني جلالة الملك. جلالة الملك الإخوان جاء قبل الدستور، راه جا هذه أربعة القرون. النهار اللي هاد الأسرة العلوية تولت الرئاسة ديال هاد البلاد، بلا دستور، بلا حقوق الإنسان، بلا حتى شي حاجة، بالبيعة. وهاد البيعة راه مازالت موجودة، وهي موجودة في المرجعية الإسلامية التي نعتز نحن بالانتماء إليها أولا وقبل كل شيء، وعلاقتنا معها مبنية أولا وقبل كل شيء على هذا الشيء. وهذه العلاقة هذه هي واحد العلاقة اللي محكومة بالمنطق ديال المرجعية الإسلامية، اللي مبني على النصح، مبني على النصح، مبني على السمع والطاعة، لأن الله هو اللي قال لنا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، هو اللي قالها لنا. ولكن كذلك الطاعة في المعروف. ولهذا هذه المحاولات كلها هي اللي كيديروا باش يشوشوا بيننا وبين جلالة الملك ستذهب سدى، لأن جلالة الملك هو ما غيفرطش في الدين، وحنا ما غنفرطوش في جلالة الملك، لأنه هو أمير المؤمنين، وهو الذي قال إن الله أنه بصفة المؤمنين الذي يقوم بحلال المسلمين. هذه المحاولات يعني شي مرة يلقاو شي عبارة شي بلاغ ديالنا إلى آخره يكبروا، ولكن راه حنايا عاوتاني من القرن 21 اليوم، وراه كاين بيننا وبين الدولة دستور، والدستور فيه الوضوح الكافي، فهمتيني ولا لا؟ في نفس الوقت اللي حنا متمسكين بالحقوق ديالنا اللي كاينة في الدستور، في نفس الوقت نحن على ولائنا لجلالة الملك.